هنا ده نوتيلا شوكولاته قابله للدهن، بس انا طبعا استخدمت بديل، حطيتها في كيس حلواني واستخدمتها. بس قبل ما احطها في كيس الحلواني انا سيحتها على حمام بخار شويه كده مع معلقه زيت، وهنا برضو حشيت البسكوت الشوكولاته بنفس النوتيلا وبضغط عليه بس بالراحه كده عشان ما يتكسرش مني. هقفل كل واحدة على التانية الشوكولاتة. أنا الشوكولاتة دي ما عملتهاش مخرمة، بس غطستها في الشوكولاتة الحليب من على الحرف كده. ده مربى حليب، مربى الحليب يا جماعة جبناها جاهزة من مستلزمات الحلواني، بتحطيها في كيس حلواني وتشتغلي بالقمع. القمع ده رقمه 2D. هعمل زي دايرة في النص واقفل عليها بالسابلي. ده السابلي اللي عملناه اللي حطينا فيه النسكافيه ولا قهوه سريعه الذوبان. على فكره كل واحد منهم كان ليه طعم، يعني فعلا فكره انك تضيفي للعجينه مجرد معلقه كاكاو او رشه نسكافيه بتغير الطعم خالص. وكمان بقى مع الحشوات، يعني لو انت عملتيه جزء فيه شوكولاته، جزء فيه مربى حليب، جزء فيه زبده لوتس، كل ده بيديكي نكهات مختلفه كمان مع تغيير نوع البسكوت انها فانيليا او شوكولاته او النسكافيه. هنا انا بحط نوتيلا وبقفل، وخطوط بسيطة هنا من الشوكولاتة، دي شوكولاتة عادية مسيحاها على حمام بخار. هنا دي شوكولاتة مسيحاها على البخار عادي. هنا زبدة الفستق، طبعا مش الأصلية، ده البديل. حابين تجيبوا الاصليه مفيش مشكله، ممكن نبقى في مره نعملها مع بعض في البيت بطريقه بسيطه شويه، بس برضه هتكون مكلفه لان الفستق نفسه غالي. هحط جزء بسيط زي معلقه صغننه كده واقفل بالجزء التاني.